على مشاهدي قناة الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة إن شاء الله هتشوف معاكم وهنعرف معاكم آخر الأخبار والاستعدادات الخاصة بالنادي الأهلي لمباراة كرومتانا سيتي، وكمان طبعا في أحداث كتير جدا هنتابعها إن شاء الله النهاردة خلال حلقتنا. هيكون ضيفنا النهاردة كمان الأستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي في جريدة الأهرام. أكيد طبعا مستنية مشاركاتكم على صفحات القناة على الفيسبوك وعلى تويتر وإنستغرام، وكمان على هاشتاج البرنامج كلام في الميديا. هنبتدي بقى سريعا النهارده حلقتنا، تشوف معاكم دلوقتي اهم اللي هتشوفوه في حلقتنا في كلام في الميديا. النادي الاهلي بينهي استعداداته لمواجهه كامبالا. كارتيروني يجهز جميع اسلحته للفوز وتصدر المجموعه. محمد صلاح يفتح النار على اتحاد الكره. أزمة صلاح على رأس الملفات في اجتماع الجبلية. الإسماعيلي يدرس الانسحاب من البطولة العربية. مارسيلو يصارح رونالدو سيظل الأفضل في العالم. دلوقتي هنتابع معاكم اخر اخبار معسكر النادي الاهلي واستعداداته طبعا لمواجهة كامبالا سيتي، وكمان المؤتمر الصحفي الخاص بكارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي. ان شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي لكارتيرون النهارده في برج العرب، هيعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي وكمان كابتن الفريق حسام عاشور مؤتمر صحفي في الساعه 6:30 مساء يوم الاثنين ان شاء الله النهارده في ملعب برج العرب، عشان نتكلم عن مباراه كامبالا سيتي الاوغندي المقرر ليها بكره ان شاء الله يوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة لمنافسة دوري المجموعات وبطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي ومعسكره النهارده، النادي الأهلي هيختتم تدريباته استعدادا لكامبالا سيتي مساء اليوم. الخبر بيقول إن النادي الأهلي خلاص هيختتم استعداداته لمباراة كامبالا سيتي الأوغندي، وبعد التمرين إن شاء الله هيكون في محاضرة مع المدير الفني باتريس كارتيرون واللعيبة عشان يشرح ليهم خلال المحاضرة دي خطة اللعب في مباراة بكرة، وكمان هيتكلم معاهم عن نقط القوة ونقط الضعف في الفريق الأوغندي. كمان عندنا تصريح كابتن محمد يوسف، قال النادي الاهلي قادر على تعويض غياب وليد وميدو امام كامبالا. اكد محمد يوسف المدرب العام والقائم طبعا باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي ان الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون سعى خلال الايام اللي فاتت دي عشان يحط استراتيجيه مناسبه يقدر يواجه بيها كامبالا سيتي. وكمان اتكلم محمد يوسف ان كارتيرون عنده القدرات الفنيه اللي يقدر يعوض بيها الغيابات المؤثره في تشكيل النادي الاهلي قبل المواجهه المرتقبه قصاد بطل اوغندا. واتكلم كمان محمد يوسف ان كارتيرون استقر بشكل كبير جدا على العناصر اللي هتشارك ان شاء الله بدلا من الثنائي ميدو جابر ووليد سليمان لعيبه خط الوسط، واللي طبعا بيغيبوا بسبب الإيقاف والإصابة. وعشان طبعا نتعرف معاكم اكتر على تفاصيل المعسكر واستعدادات النادي الاهلي للمباراه المرتقبه، هنروح دلوقتي معاكم مباشره لبرج العرب، ومعانا زميلنا احمد كيوان المتواجد دلوقتي في المعسكر. مساء الخير عليك. مساء السعادة عليك يا شيماء، بجد سعيد بالاطلاله الجديده ليكي على شاشه النادي الاهلي. بشكرك جدا يا كمان، وعايز اعرف منك دلوقتي ايه اخر الاخبار. طبعا منذ بدايه معسكر النادي الاهلي واحنا تفضل سامعك تفضلي، عايز اعرف منك اخر اخبار معسكر النادي الاهلي دلوقتي المقام في برج العرب متاسفين جدا على الديلي. وصلنا احنا هنا، وصلت ولا يهمك مفيش مشكلة، أكيد دي تفاصيل اتعودنا عليها، لكن في البداية عاوز أقول لك إن منذ وصول كاميرا النادي الأهلي ورصدنا كل التفاصيل داخل المعسكر، كانت بدايتنا مع المؤتمر الفني للمباراة اللي انتهى بأن النادي الأهلي هيرتدي القميص الأحمر الرسمي ليه، ثم الشورت الأبيض، ثم الشراب الأحمر، كذلك كامبالا هيرتدي قميصه الأزرق والشورت الأصفر والشراب الأزرق. أما بالنسبة لطاقم المباراة هو طاقم حكام مغربي هم اللي يقودوا هذه المباراة في الجولة الأخيرة التي ستحسم تصدر النادي الأهلي للمجموعة. أما بالنسبة للتفاصيل الأكثر، في تمام الساعة 3:00 بدأ النادي الأهلي حصة تدريبية خفيفة، استريتشات كانت بين اللاعبين وبعض اللاعبين، عملها الجهاز الفني في المكان اللي بيعسكر فيه النادي الأهلي جنب منطقة الغداء. بنصف ساعة بدأ الغداء، بعد انتهاء الغداء مباشرة كل اللعيبة راحت إلى الغرف بشكل منتظم، مستر باتريس وجهازه
الفني جلسوا جلسة يعني جلسة تحديث عن المباراة وكذلك الدوري ومشوارهم. أما لدينا من جديد بالنسبة للاعبين، تأكدنا من غياب وليد سليمان طبعا بسبب الإنذارين للإيقاف، وكذلك ميدو جابر للإصابة في العضلة الخلفية. أما بالنسبة للاعبين كل من أيمن أشرف وبالنسبة لحمودي اللي أصيبوا في المباراة الأخيرة، تأكدنا أن هم خلاص على أتم الاستعداد والجاهزية لمباراة الغد إن كان لهم نصيب في التشكيلة. أما بعد ساعة من الآن سيتجه قائد الفريق شيما حسام عاشور وكذلك مع باتريس كالترون إلى استاد برج العرب للمؤتمر الصحفي الذي سيبدأ في تمام الساعة 6:30، ثم بعدها في نصف ساعة أو في نفس التوقيت 6:30 هيتحرك باقي الجهاز الفني واللاعبين إلى استاد برج العرب عشان التمرين بتاعت النادي الأهلي هتبدأ الساعة 7، ثم يليها مؤتمر صحفي لكامبالا سيتي، ثم التدريب الآخر والأخير لكامبالا سيتي. مواجهة أكيد كبيرة جدا وعريضة بالنسبة للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي كل مباراته بالنسبة له بطولة، بيدخل كل مباراة من أجل الحصول على النتيجة الإيجابية فقط. هذا هو ما تعودنا وما شاهدناه طيلة السنوات اللي فاتت من شخصية النادي الأهلي اللي بيؤكد بدون حسابات وبدون الرجوع إلى أي نتيجة أنا متصدر هذه المجموعة. يمكن ده أهم وآخر الأحداث لدينا شيما داخل معسكر النادي الأهلي. شكرا ليك الزميل احمد كيوان. طبعا تابعنا دلوقتي معاك واخر اخبار النادي الاهلي واستعداداته لمباراه كامبالا سيتي. دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا.